عليك، زرتنا البركه. لهنا اختك اختي هذا كي دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان الحمد لله. انت مزيان؟ لا بس الحمد لله. ايوا الحمد لله. شحال مجيه؟ ما موالفاش ليك. جيت غير نشوف خالتي. خالتك ما كايناش. هاد النوبه ميس بغيت تجي تشوفها عيط لها في التليفون. راكي عارفاني كنكون يا انا يا اختي عيشه في الدار. ودابا راه بغيتها ضروري، ما لقيت فين نمشي. كيفاش اختي هاد ما لقيتي فين تمشي؟ ومالنا حنا عاودوا لك علينا هنا عندنا الكوميساريه اللي كتشد بنادم 48 ساعه ولا شنو؟ ايوا اختي راه من مورا ما مات الوالد كنا عايشين غير في الدار ديال الكرا، نتوما عارفين هادشي. ايوا من مورا مرضات الوالده ومات الله يرحمها. ايوا ما لقيتش باش نخلص الكرا، عيت ما نقلب على خدمه ما لقيتش فين نخدم. ودابا جريت عليا الكرايه من الدار ما لقيتش فين نمشي. ايوا حبيبه البركه في راسك، الله يلحقنا عليها مؤمنين. وحنا حبيبه باش نقدو نعاونوك جرات عليك مولات الكرا، وحنايا مالنا شنو غادي نديرو لك؟ هاد الدار اللي كتشوفي فيها اللي خلا باباك الله يرحمه راه بحركه فياني انا واختي عيشه وماما. حشومه عليك اختي نادا، انا من ديما كنبغي لكم غير الخير. حشومه عليكم، دابا انا بغيت غير نجي نجلس معاكم غير بيد ما نلقى فين نجلس وتما نلقى شي خدمه فين نقدر نستقر. واصلا هاد الدار ديال با وما عطيتونيش حقي فيها. حشومه عليكم، ما درت لكم حتى شي حاجه. اولا حبيبه باك راه عطى راسو للطراب وارتاح وخلاك انت غادا علينا هنا خيطي زيطي، وفوق هذا الشيء كامل بلا ما تدخلي راسك في اللائحه كاينه عندي اختي وحده هي عيشه. نهار كانت امك عايشه وعايشه الرفاهيه كان عاجبك الحال، ودابا منين ماتت بغيتي تجي ديري لنا هنا حد با في الدار. ايوا راكي غلطه حبيبه، هذا هو اللي ما عمره غيكون. شوفي اختي نادا، انا ما جايه لا ندبس معاكم لا حتى شي حاجه، انا باغا غير حقي، هادشي اللي باغاه هاد الساعه. وبغيت غير نجلس معاكم غير بيت ما نلقى فين نستقر وفين نخدم وفين نلقى فين نحط الراس. هادشي اللي كاين. اسمعي حبيبه، بابا نهار كان كيموت وكان مريض وكيتعذب ما عقلتوش عليه، حتى واحد فيكم ما جا سول فيه غير ماما مسكينه اللي كانت كطيح وتنوض على قبله. ودابا نهار ما تعطى راسو للطراب عاد جايه كتسولي في حقك. واش غنقول لك الوجه علاش تحشمي؟ راه ما عندكش. لا اختي انا ما كنتش كنت ديما كنسول فيه وكنت ديما كنعيط ليه هو ما كيبغيش يجي. باش كتسولي فيه؟ كتسولي فيه بالشفاوي؟ السيد راه كان موعد وكان موهت من فوق هادشي كامل، ما كانش كيقدر يتمشى. يعني الا ما جيتيش شفتيه بعينك الهضره ما تشري خضره، كنتي كتصوني غير في التليفون. في التليفون هو اللي غيداويه، هو اللي غادي ينوضو، هو اللي غيعاوننا فيه. ربك كان كيدير ليك وش حبيبه، وهادشي اللي خضيناه وهاد الحق اللي كتهضري عليه حنا بعدا الا خضيناه راه حنا نستاهلوه ونستحقوه، راه حنا وقفنا عليه وجرينا معاه وما خلينا ما درنا، وماما مسكينه دفنات شبابها معاه. دابا عاد جايه كتسولي في حقك وباز اختي. انا ديما كنجي كتبقاو ديروا ليا بحال هكا، ما عرفتش بلا اختي ما تمثلي عليا هاد الدور ديال البراءه والحزن ولا ما نعرف، حيت انا هادشي كامل ما عنديش درايه به. عيني تجي خالتك اللي مسميها خالتك وديك الساعه تشرح لك، انا غنوض نعيط لها. شوف بغا ياكلوني في حقي، دابا انا ما باغا منهم حتى شي حاجه، باغا غير نشوف فين نحط الراس. نادا. نعم ماما زيدي. اجي صباح وانا كنتسنى فيك. هاديك خيتي راه مصبوح هي كتسناك في بيت الكلاس. شنو خيتي؟ شكون غيرها؟ ماما سالمة هي اللي علينا خيطي زيطي من نهار مات بابا. شنو بغات عاوتاني؟ قال لك لالا جايه باغا تجلس في حقها، وقال لك شهر هذا باش مات تما وجايه كتغبن عليا. سمعيني نقول لك عندها كتحني فيها، انا راه عطيتها على ملي كتقلب وانت عاودي فرجيني فيها. هادي راه بهلا هادي. شوفي انا مسحت السما بليكا وقلت لها حنا ما عندنا والو، عندنا غير الدار اللي خلى باك. وبصح ملي كذبت عليها راه عندنا غير هادي والدار الاخرى حنا بعناها ملي كان مريض. تخربقي لاباس لي ما عرف انت والو، ما قلتي لها حتى حاجه مزيان. صافي نعول عليك ماما، انا راه ما نقدرش تجلس معايا في الدار، ما نقدرش نستحملها. اوكي عارفه اختي عيشه وجهك من الاخر، الا بقات كتهضر على حقها بنيت راه غادي نخاف تنوض العجاجه من مورايا. ايوا انت عارفه ما عارفه والو. سيري فرجيني فيها. ايوا هي الاولى. هي اللي قالت لك بغيت حقي تنخضوا حنا بعدا. سلام خالتي. مزيان؟ لا بس الحمد لله. انت بخير؟ الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله. اش جابك؟ خالتي تسدو كاع البيبان في وجهي. با صافي غير تخشي عاودات لي بنتي، انت ملي كنتي صغيره وانت في الشكاوي تبارك الله طلع النبي عليك، الشكاوي 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 ما كتساليش. واش غندير خالتي؟ انت من ديما ما عتسمع ما كتحملينيش، ما عرفتش علاش. شنو درت لك؟ ما نعرف علاش. ما كنتي ما غنحملك شاي، كنتصرف معاك عادي.
ما عرفتش خالتي ما ديما كنحترمك وكنقدرك انت ما عرفتش علاش كتعاملي معايا خايب هو تحترميني بزمنك ودابا خالتي شنو غادي ديري معايا فاش بنيتي شنو غندير معاك جيت نجلس معاكم وبغيتك تعطيني حقي كتهضري من نيتك بنيتي واش انا خالتي طلبت منك شي حاجه من غير شي حاجه ما كايناش طلبت منك غير حقك بصيت كندا وقرا طيحه على راسك كتبغي طيحه على راسك عرفتي دابا انا راه جايه مطبوخه وما عنديش الوقت وما عنديش الاستعداد كامل نسمع لهاد الشكاوي ديالك من بعد واجي عندي ونهضر انا وياك تنتشاور مع خاطر راه جرات عليا الكرايه من الدار ما لقيت فين نمشي اختي انا راه ماشي السيده ليلى الله يعطيك الرضا تنتشاور تنتشاور فيك انت هادي شحال عاد دابا بنتك ضربك خالتي راه ما بغيتش نمشي ندعيكم في المخزن نبقى نجرجر انا وياكم في المحل دعيني ونوضي نوضي نوضي الصفاي حسن ما غادي ندير فيك شي حاجه اللي ما غتعجبكش هاي نوضي الصفاي واش غنقول لك يخلصك الله خالتي ايوا يخلصني الله غنتشاور مع اختك وعاد نرد عليك ليلى الحماق الخاوي غير ما بان ليها ما دير جرت عليها الكاريه بانت ليها هنايا والله الا تا النهار ريحه مقاقرسه كنخربق سيد راه خليها الاملاك وانا مدرقه على بناتي براسهم وهي اللي بقات كتبحث مورايا راه غتلقى وغدعيني وغتلحقني وندير مع السياسه هذه ما فيها لا عيشه ولا ندى هذه فيها انا خصني نفكر ونسايس معاها نسايس معاها حتى يديها شي واد عليا ايوا اختي جالسه كتصايبي شعرك بحال ما كاين ما ناقصك حتى خير علاش اختي هيك لاباس لا والو بس والو بس صراحه دابا ما كاينش لباس ولكن داكشي اللي غنعاود لك غيولي لباس ياك لاباس ايوا حطي داك المشطه حبيبه ديالي واجي حتى اختك تعاودي اختي كتجيبي خبارات بحالك ياكي ايوا اجي بتسي حدايا وسمعيني وعطيني ودنك مزيان انا عطيك جوج نشوف غير نسمعو كتجيبي لي خبارات بحالك الخبار حبيبه اللي جاي بالك هي هذيك خيتي راه جات بغات دك لنا الوتد هنايا شكون هادي سلمى ما تقوليش ليا بنت باك ايوا بنت بانا وباك حبيبه لا لا انا ماشي بنت با ايوا اختي هادشي اللي كاين هي الا بغات تجي لينا تسكن قال لك انا لا بغات حقها وهي ما تلها امها وجرت عليها الكاريه وانا ربي تسمح لي اختي ما ديتها تقليد في عنقي شكيت فيها غير مالفه داك السيناريو من راسها وباغا تجي هنايا تشوفنا اش كناكلو اش كنشربو اش كنلبسو ايوا غير ما تحلمش ما تجيها حتى في الحلامه قولها نوضي على سلامتك حنا الدار ما قداتنا حتى حنايا بقى غير تزيدنا ايوا هذا الحق هي اللي بقات لنا الصراحه وهادشي مقلقك ايوا اختي عيشه هادشي راه ماشي غير مقلقني راه مطرطق ليا المراره كنقول غير فوقاش تكون عيشه اختي مساليه باش نعاود لها شنو كاين والسيده متيقه راسها ومتاكده من راسها ومنين جات ماما وعاودت لها الهضره وداك الشيء قالت لها انا هضرت معكم دابا بالادب وما بغيتش نوصل معكم للمخزن وي ضحكتيني المخزن كاع ايوا هذا الحق نقول انا نوضي تقعدي ياك ما نعستي وحلمتي ونطي بغيتي الدار دباك غير تنسى ولكن انا هذيك هي اللي غادي نعرف لها انا مهمتي يا ما تقلقيش هادشي راه عادي يا بغات دير علينا زعما راها بنت باها وحنا راه عندنا ميمتنا الله يخليها لنا انا عارفك اختي نتاع قلبي غتشديها وغتزيريها الطجب لهلا يطري لها لا لا ما تخافيش على اختك راكي عارفاني ونزيدك واحد الحاجه قالك راه كتقلب على الخدمه وباغا تخدم هي مسكينه باغا غير فين تنعس وما تاكل وحشومه عليك يا اختي نادا خليها تخدم حنا مالنا تخدم علينا مو تخدم في الدار وتخدم في الزنقه عندك الا بغات تجلس تنيني ما بغاش الهضره ديال بصح الباب الحباب هاديك وتسمصروا فيها كيما تسمصرات منا في بانا هاد على منا شنو دارت لبانا سمصراتو ايوا حنايا غنسمصروا له في بنته هاديك الرحمه ايوا دابا نوضي كملي مصايبه شعرك ايوا دابا وخليني هادشي علاش مقلقه هادشي علاش مقلقه ايوا صاحبتي هادشي لا شيء بالنسبه ليا انا هاديك بنت باك نوض اختي كملي مصايبه اختي راكي تعطيها غبا يعطيها غبا صافي يا اختي دابا غادي نقدر نعس علاش بالراحه يا سير حبيبه ديالي انا نقدرك ايوا صافي يا اختي لهلا خطك عليا الله يخليك ليا وخلاص حملي الحمقى شوفي يا اختي حمقاتني هادي مزاله واش ريها لي عافاك زعما انت راكي خدامه واش انا ديما غادي نبقى نشري لك البنات ما عيقتيش عليا ما كتسمعونيش ماما مجموعين عاده ماما مزينتك ماما سمعناكش شنو بغيتي ماما ياك لاباس
ايوا بنيتي شحال من كنت نهضر معكم في واحد الموضوع. الله يسمعنا اخبار الخير. ايوا غير الخير بنيتي، نهضر معكم على حساب اختكم سلمى. يا الله عاوتاني حنا ما غنساليوش من هاد سلمى هادي، نفس الموضوع غنبقاو نهضروا فيها ماما. ما غنساليوش منها بنيتي، لان لو كانت عارفه شنو كاين غتقلب لنا كلشي سفاعل عليه. تمرو ما عارفين والو غير كطبلو فيهم قعر. هادشي بزاف والله الا بزاف. راه ما بزاف والو، جلس نهضر معاك كلشي، جلس نهضر معاك. ها انا ما درتوني الوسط وما خليتونيش كاع نهضر انايا ياك لاباس. شنو صافي هضره وحده، قلناها لا داك النهار، قلنا لا اختي هاد الدار بحركه فيها انا بثلاثه، خرجي فيها عينيك. انا لا خلينا غنهضر، خلينا غنهضر انتما براسكم، راه مثلا ما عارفين حتى حاجه، خلينا غنهضر. ايوا يلا ماما هضري، واخا هضرتك ما بقاتش كتدخل لينا في دماغنا. شتك بحال بغيتي تحني عليها ولا ما نعرف كاع. هو كيفاش يحن قلبها ماما؟ ما حناس فينا حتى حنايا. الله يهديك ماما، كون ما عرفاش مصلحتها كاع ما تهضر هاد الهضره. اولا ماما والله الا نتوما ديما واخدين المسائل باستهزاء. يا انا كنهضر معاكم حيت انا عارفه شنو كاين. اباكم راه خلى عباد الله الاملاك، راه كاين شي حوايج نتوما ما عارفينهمش، انا اللي عارفاهم. ولا جات هي غادي تنبش من مورانا غتنوض عليا عجاجه وغتقسم معاكم. ايوا فكايا من وحدها. والله يا ماما هادشي كامل ما عرفتي هنا حتى دابا، حشومه عليك. ويلي ختنا وحبيبتنا هذيك، تجي مرحبا بها. ويلي تجي مرحبا بها، ويلي ما هزاش هاد الكتف، يهز هاد الكتف. اه خليها حبيبتي نشم فيها غير الريحه ديال بابانا. يا اختي مسكينه يا ربي، عيطي لها ماما. انا شفت هي الدموعه بنيتي، عيطي لها ماما. حنا كنا فيه ماما قبل ما يظلم عليها الحال صوني عليها. عافاك حشومه حشومه. ايوا ضروري ماما ضروري. ايوا قالك قلبها بنيتي القدرة على فما طلع البنت تشبه لامها. ايوا الله يخليك ليا يا ماما. شوفي الخليقه هادي الضعنونه. ايوا انا غنوض سكتي غير ما تهضريش. عيطي لها مسكينه اختنا، عيطي لها. انا غنوض نعيط عليها. عيطي لها ماما. ماما مسكينه كتشوف الفلوس كيحوالو لها العينين. انا شخص ما تيحوالوكش العينين ملي كتشوف الفلوس، انت غتشوف كتشوفها غير ماما. الله يخليك لينا، الله يخليك لينا. ايوا صافي هذا مشي دابا. عيطي لختنا مسكينه حبيبه ديالنا. سامعي شوفي حتى ماما. اه يا اختي ما سهلاش، ما سهلاش. خليني جالسه كنخدم وكنضرب تماره وبالفلوس. اه ايوا سمعي صافي ماشي مشكل، مزيان ملي عرفنا هكا. دابا غنوليو نحيدو الفلوس من منا ومن خدنا. هذا قلب جديد اختي نادا، كي درتي؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. شي بخير؟ لاباس مبروك الخدمة الجديدة، قالتها لي ماما. الله يبارك فيك اختي، عقبالك دابا نبقى نمشي حتى انا نقلب لك تشوف لك شي خدمة معايا. لا حبيبة ما يحتاجش شي، انا اختي مدللة في دارنا ما محتاجاش الخدمة. وغير باش تعملي خدمي غير انت يا حبيبة اللي ما عندك لا حنين لا رحيم، ولا ما خدمتيش عليها ما كاينش اللي يعطيها لك. كون ما كناش حنا درنا فيك هذا الخير اختي وعطيناك فين تباتي زعما وتحطي حوايجك، كون راه شغنقول لك صراحة ما كنبغيش نقول هذا الشيء، تنبغي الخير لله. دابا كديما اختي نتا غتبقى تفكريني بهادشي. ايوا مزيانه صاحبتي، بنادم يتفكر راسو منين جاي. كنضحك معاك ما تقلقيش. ايوا ماشي مشكل، قولي ليا شنو غدا مساليه؟ ما مسالياش، ولكن اي شنو بغيتك تمشي معايا بغيت نشري شي حوايج على حساب الخدمه الجديده، ما لقيتش باش نمشي. ودابا هانتي قلتيها مع الخدمه الجديده وغتكوني مستريسيه ما يكونش عندك الوقت باش تخرجي وتساري وتدوري. ماشي مشكله حبيبه، غير قولي لي شنو بغيتي وعطيني الفلوس وانا نجيب لختي لاي حاجه تشهاتها وبغاتها ونختار لك بذوقي، راكي عارفاني انا. بصح اختي نادا لهلا يخطيك عليا هادشي، بصح مع الخدمه الجديده والله ما عندي الوقت. ما تقوليش هكا حبيبه ديالي، الخا واحد هاد الدنيا، ولا ما وقفتش معاك انا شكون يوقف معاك؟ آه يلا عطيني الفلوس باش ان شاء الله غدا ملي نخرج من لافاك ندوز نيشان للمدينه نتقداك داكشي اللي خصك. صافي واخا اختي هاكي، راه هادشي اللي عندي. صافي ماشي عول عليك اختي، صافي عولي عليا انا. غادي نشري لك الحوايج بحال غنشريهم من رافي. كوني هاني انا غدا غادي نسالي معطله. مش بعد صافي غتجي غتلقاي كلشي هو هذاك. صافي صافي حبيبه. صافي شكرا، يلا انا مشيت. يلا سيري ترتاحي بحال اللي ترتاحي. وي الا قلت لك بغيتك تشري لي الحوايج زوينين بحال اللي عندك انت هي غتوصليني، واخا تلبسي بحالي ما غتجيش بحالي. لي زين راه زين، واخا ما يعوم الاثنين الاثنين. نمشي نشري لها شي جوج بياسات من البال ب 400 الوحده، داكشي اللي شط ديالي انا واختي عيشه. نمشيو انا وياها نتسارى. والله الا قلت لك فلوس انت، يلا بدات الخدمه.
اختي يا اختي يا اختي كتدخل كي العجاجه وسوليني على جيتي ما كان حبيبه جيتي هاي 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 من اين لك هذا هذا حبيبه المونة المونة ديالاش المونة ديال اخت طبانه ايه زعما بنت طبانه اختي راه فرحه الفاتني ايوا اختي منين جاوها قال لك اختي البارح انا قال سمع ليا ما بيا حتى جات عندي عافاك اختي انا بغيتك تديني منين كتشري حوايجك عند بالها مسكينه راه الا لبست حوايجي غيجيو معاها يا اختي مسكينه ايوا قلت لها بلا ما تضربي تماره وانت الخدمه جديده ما غيكونش عندك الوقت راه ديال الفلوس نمشي نشري لك حسب لي غتعطيني شي 100 درهم ولا صدقت السيده عطيني 400 درهم والسيده فاش خدامه ايوا اختي الله وعلم قالت لك خدمات فرمليه في شي كلينيك هاي 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 غادي تقص فرملية لا لا سمحي لي كاينه ولا ما كاينش انا عقت بها ولكن ماشي مشكل فلوسها حلال علينا عطاتهم لنا بالخاطر أكيد. ولكن حبيبه خصك تاري من تما الصرف علاش صاحبتي بغيت نشري ولا شي حاجه نسيت 50 وانا 50 نساهموا لهاد المسكينه لهاد اليتيمه مسكينه كنتي 50 وانا 50 نمشي للبال نشري لها شي خمسه البياسات اييه شريو لنا ب 100 درهم وجيبيهم لها صافي صافي تكلفي انت من عندك تترضي من الصدر ترد لك وعندك ترفعي عليا انا غنرفع عليك انا شكون اللي كيعطيك باش تكساي ايوا المهم عندك يا اختي راني تنبغي رزقي وتيبقاو فيا فلوسي شوفي لك على بنت العروبيه حبيبه ولكن ماشي مشكل هادشي اللي بغينا تبقى تعطينا غير الفلوس حنايا وتجلس ماشي مشكل خدميات تعس الناس عادي ماشي مشكل نستاهلو يديهم شي حد حسن منا ولا حنا خواتاتها مساكن ماشي مشكل زعما حنا خواتاتها كنبغيوها الصدقه في المقربين من اولى ايوا شوفي لك على البنت ايوا خصني نتبعها ونشوف هاد الفلوس منين كيجيو لا 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 ما يمكنش غادي تكون فرمليه انا في امتى باها قراها ايوا حلال عليا ماشي مشكل ايوا نوض مخوينا كاس داتاي وعاني جيب بعدا داكشي اللي هذا الشيء قبيله ها هو خالتي كبنيتي كلستي نوضة بنيتي تغسلي وباجي جمعي الطبلة نوضة لا ماما علاش غادي تنوض حشومة صراحة حشومة اختنا يا اختي ايه خليها بحالنا بحالها ماشي تخبر المحنة ديال الدجاجة بلا بزاز نشمو فيها غير ريحة ديال بابانا الله اكبر نوضة بنيتي لا ماما ما تنوضش غتبقى بقى يا اختي جلسي فين ما تحطاتي تدي تحطو عشرة حشومة البنت مسكينة يتيمة ونقهروها أما اليتيمة فلا تقهر الله أكبر عندما الشافعي مسكينة هذيك راه خدنا وخلاها لنا بانا كنشمو فيها الريحة والله يرحم القبر وما خلا شوف هاد الحرام في عيني حطها لي بوجهي جلسي بنيتي جلسي أنا اللي في يدي لا لا شربو خلينا ماما شربو في السم خوينا آتاي خدنا جبت لنا أربعة الكيسان باش نشربو كاملين حنا وياها الله يخولك الدروس انت وياها الله ينجيها ماما دابا غتسكتوني ولا لا احنا ساكتين دابا واخا احنا ساكتين دابا انت اللي شنو عندك قولي لنا انا ما عندي والو عندكم نتوما علاش تكونوا اللي تغب بوحدكم لا ماما انت قلتي نوضي بغيت نهضر مع بناتي وراه ما كاينه حتى حاجه غتخبى على اختنا ويلي الا مالها برانيه ولا ما تبغي لنا شي حاجه خايبه بالعكس الا كانت شي حاجه زوينه غتفرح احنا كاملين يد وحده ما يخلينا لبعضياتنا لا لا يخطيكم عليا اخواتي حتى حبيبي يخليك لينا يخليك لينا والله يرحم ميمتك وحنا فينا ميمتك وفينا باباك والخاوه حدها الدنيا بصح ويلي الناس راه غير جيران وتيتحانوا ويبقى غير حنا اللي حنا دم واحد هي عريسات بومقيس ايوا ماما عاودي لنا شنو بغيتينا القهوه ولا ما سكتي هاك حبيبه انت الاولى مالك خالتي طلع داك الكراده بنيتي معاهم وعلى الموت ياك ما درتي لهم شي حاجه باش ولاو معاك هكا لا لا خالتي انا ولينا باخا باش نقولوا واخا لا خالتي ماما ايوا راكي شويه بعدا احسن من اللي كنتي انت الحنيكه تحمر مري الوجه تنور ماما الحبيبه دابا شويه شويه راه كانت دابا بنيتي شويه وراها شويه عيشه كيعرفها ماما الحمد لله تانت هي ماما فيك شويه ديال الفشوش والطبوحات كتبغي تفش علينا ماشي مشكل
حنا خارجين دابا. واش علاش بغيت نسولك؟ انا بعدا ما عندي في يدي والو، ها قدامك ها خاوي حتى حاجه. الله يا ماما ياك ما عطيتيهم البنت راجلك شنو؟ هضري معانا قولي لنا، الا كنت عطيتيها شي حاجه مشيو نحيدوها انا باش نشري لك الدواء. ومالك يا امي انت شنو عطيتينا؟ عطيتينا اللي مال الدنيا جوج دريال راه تسالات، شرينا لك بها الدواء شحال هادي. انت يا ماما ملي تطحتي طيحه وحده في الفراش ما بغيتيش تنوضي، اليوم تنوض غدا تنوض تعطلتي، وحنا راه بغينا نخرجوا شويه. ايوا انت اللي ربي هاد المرض باش نشوفكم نيت على حقيقتكم. ولا حنا دابا بغينا خايبين، رميناك في الزنقه سداري راكي شاده ملايه راكي مغطيه بها العيشه اللي كنت اي واحد. ماما ايوا الدواء راه حنا عينا ما نشريو لك في الدوايات، وما بغيتيش تبراي انت غتموتي وتدي وحيده ديالك وحنا نضيعوا الفلوس في الدواء هيك، وكنتي بعدا غتصحاحي بعدا بعدا. ايوا عندكم حتى مشيت للعذر بخاطري وتناسبت لكم على كل شيء، وتنوب ديك البنيه خرجت فيا، ولاني ما حدي انا باقا هكا انا غادي نقول انا غنوريكم غادي نمشي. دابا هي ولات عزيزه، شوفي امي شوفي من اعترف بذنبه فلا ذنب عليها، انت اعترفتي وعرفتي راك راسك ظالمه البنت. المهم حنا راه ما عندنا والو، عندنا باش نمشيو نتقهواو انا واختي شي شويه، راه حنا عينا من الجلسه في الدار وريحه المرض دوخاتنا. يلا اختي عينا صحاباتنا تيتسناونا، يلا يلا سيروا عند صحاباتكم. يلا بسلامه ماما، لاباس عليك؟ لاباس عليا بنيتي، الا بغى ربي دابا يدير لي لاباس بلا بيكم. ايوا يا البنات، ايوا يا البنات الحنانات، ايوا داك ولد البنات عولت الله عليهم خرجوا لي من الجن. بقات غاديك البنيه مسكينه اللي ديت الذنوب من عندها، ايوا والله ياخذ الحق. دابا ربي وريني فيكم يوم، دابا يبان عيبكم. دابا خالتي اخت كي درتي؟ الحمد لله بنيتي. لاباس عليك؟ لاباس بنيتي. كيف بقيتي؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ شويه ما خدمتيش اليوم؟ لا خالتي، راه اليوم شديت روبو غير على قبلك. البارح سمعت البنات كيهضروا قال لك راه غادي يخرجوا اليوم، خاطر لازم تمشي تحتاجي شي حاجه وما تلقايش اللي جبتها بنيتي. تيقنطو تاهما قلبتني الدواء لقيتو تسالا ليك جبتو معايا. شكرا بنيتي. تيقنطو تاهما مساكن وخرجوا. ايوا انا دخلت شربي الدواء دابا. واخا بنتي بلا بلاتي، شوفي انا نطيب لك شي حاجه تاكليها باش ما تشربيش الدواء على المعده خاوي. ما فيا ما ياكل بنيتي يا سلام. غير باش تشربي الدواء باش ما يضركش اخالتي. واخ صافي يلا 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 ايوا. شوف البنت اللي كنت انا كنضغط عليها وكنعاملها بالقسوه وكان الله يسمح لي منها استقري فيها الخير، واللي بناتي بنات كرشي مساكن ابدي تخرج لي فيهم العجب، خرج فيهم العجب. هذه اللي قالت غادي يحنوا عليا ويهزوني لامرات ويكونوا بيا، غير سلمت لهم في الاملاك اللي عندي وما يتقلبوا عليا بجوج. ايوا ما اسمح ليهمش، لا اسمح عليهم بجوج، الله يسمح لهم. ديك البنيه خصني نراجع حساباتي، ما حد باقي نروح كتطلع فيا نعيط على العدول ونصفر رقبتي، نكتب لديك البنيه حتى هي حقها اللي كتسال في باها. هادشي راه ماشي هو هذاك.